صراحة ما حد كان يصدق أنه فيلم سعودي ممكن ينعرض في صالات السينما المصرية، واليوم صارت. فأنا مرة مبسوطة بهذه الخطوة الكبيرة، مو بس لفيلم الهامور، لجميع الأعمال السعودية، ومرة مبسوطة بالتطور اللي قاعد يصير عندنا في السعودية من نواحي عدة، وهذا إن كان له الفضل بعد الله هو لسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، إن هو بيساعد وبيطور مجالات عدة في السعودية، وبيساهم إن المرأة تكون جزء من هذا التطور وجزء من المستقبل. ما أقدر أقول إيش الصبغة، لكن اللي شافوا الفيلم يفهموا إيش موضوع الصبغة، خصوصا إنه هذا الموضوع يتعلق بكل مرأة متزوجة حاولت إن هي ترضي زوجها بجميع بشتى الطرق، وللأسف يعني بعض الرجال ما يملى عينهم إلا التراب. ميندي تمد يدك علي عشان واحدة من الشارع يا قليل الأصل؟ تجربة إن أول فيلم سعودي يعرض في مصر شعور سعادة وفخر وشعور قلق إنك تتكلم. أنا أقول لك ليش، اتكلم عن موطن السينما العربية، يعني المشاهد المصري ما هو سهل إنك شخص متشبع من السينما، يا تجيني بعمل مشرف وعمل ثقيل ولا لا تجيب. وإن شاء الله فيلم الهامور حاعين إنه يفي بالغرض وإن شاء الله ينال استحسان. شخصية حامد بدأت من عمر 15 سنة إلى ما يقارب 45-47 سنة، في مراحل مر فيها كثير، شخص كان غير متزوج أصبح متزوج، شخص كان فقير بعدين شخص أصبح غني، في مراحل الشخصية جدا. تعالى أنت شخص في المجال وأكيد تمثل مشهد الآن غنى، بعد نص ساعة تمثل فقير، في الموضوع كان صعب، لكن الحمد لله بتعاون مع المخرج وزملائي طلعنا ان شاء الله بعمل جدا. اوزونا بس ناقص فلوس. اخر شيء توقعت ان هذا الكرتون حيغير حياتي. شخصيا من وانا صغير بتفرج افلام مصريه واحب الكوميديانات واشوفهم قدوات، اليوم فيلم سعودي قاعد ينعرض في مصر، بس هذا طبعا نتاج لجهد ودعم بنحصل عليه في السعوديه وتمكين في فرص حقيقيه للشباب والمواهب، خلتنا نقفز قفزات جدا كبيره في الصناعه، واحده منها هذا اليوم اللي احنا فيه، وان شاء الله يعجبكم. يعني انا متحمس اسمع راي الجمهور المصري في الفيلم. شخصيتي شخصيه ابو عزه اللي هو دقنه كذا هذا، وهو واحد صاحب حامد البطل الشخصيه الرئيسيه، ونصاب الدنيا غرته. رحنا فيها عارف معنى الكلام هذا. يمثل لي فخر كبير اني اتواجد هنا في الدولة اللي هي صنعت على مدى 100 سنة صناعة الفن في الوطن العربي كامل. انا ما تخيلته يمكن ولا حلمت فيها، فعندي شعور بالفخر، عندي شعور بالانتماء. أبهرني الترحيب اللي حصل اليوم، أتمنى إنه الفيلم يعني يطمح للمستوى ويستمتع الناس فيه، هذا أقل واجب نقدر نقدمه لهذا المكان ولهذا الشعب. تمام. أنا ماني حرام، أنا رجل أعمال.